السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه تحميل وتثبيت واستخدام واتساب رسمي على الايباد. طبعا واتساب ما يشتغل، ولكن هذا الواتساب اللي جايب لكم معدل يشتغل على اي جهاز ايباد، اوكي، بطريقه جدا سهله راح نثبت على الايباد. مثل ما تشوفون هذا الايباد، كيف نثبت الواتساب؟ طريقة جدا سهل. اول شيء كل ما عليك انك تدخل على الرابط في الديسكريبشن الوصف الفيديو وحمل موقع الرسمي للواتساب المعدل. انزل لتحت حمل هذا واتساب، هذا المعدل بس تشوفون هذا، اضغط عليه، اضغط على هذا الزر مباشرة راح يتحمل ملف الاي بي اي، اوكي. بعد ما تحمله راح بتظهر بهذا الشكل مثل ما تشوفون، اوكي، بصيغه اي بي اي مثل ما تشوفون اي بي اي. اوكي، كيف تثبته؟ لازم يكون عندك برنامج شاد لودلي واي تونز حتى تقدر تثبت الملف الاي بي اي او البرنامج واتساب على الايباد. اوكي، بعد ما رابط هذا البرنامجين ايضا بتحصل في الديسكريبشن، حمل هذا البرنامجين. البرنامج اي تونز خاص ان الجهاز الايباد يتعرف على جهاز الكمبيوتر، اما برنامج شات دودلي هو تثبيت ملفات اي بي اي. اوكي، بعد ما تحمل برنامج البرنامجين وصل الجهاز الماك بالكمبيوتر عن طريق كيبل الشحن. اوكي، بعد ما توصل الحين افتح برنامج شات دودلي، هذا البرنامج. اوكي، بعد ما تفتح الحين كل ما عليك انك تسحب هذا الاي بي اي مباشره هني. اوكي، بعد ما تسحب الاي بي اي، اوكي، الحين حط ايميلك هني، حسابك في اب ستور او اي كلود، اوكي، واضغط على ستارت. اول ما تضغط على ستارت راح بيطلب منك رمز او باسورد الحساب، باسورد الايميل، باسورد الاي كلود، باسورد الاب ستور. تحط الباسورد، بيطلب شيء ثاني اللي هو رمز تحقق اللي راح يعطيك في حسابك في الايباد، رمز تحقق، اوكي، بيعطيك في الايباد. لازم تحط هذا الرمز مباشره في البرنامج، اوكي، ومباشره راح يتثبت ملف الاي بي اي. فانا سويته من اول فما بيطلب مني، راح اضغط على الستارت مباشره راح يتثبت ملف الاي بي اي، راح يطلب مني الرمز. اوكي، بعد ما حطيت الرمز اضغط على الاوكي. اوكي، انا سويت الخطوات اللي رمز التحقق وهذا الاشياء من اول فما طلب مني، انت بيطلب منك خلاص. الحين انتظر ثواني، انتظر تشوف الايباد راح يثبت ملف الاي بي مباشره. اوكي، راح تنتظر لين ما يكمل تثبيت. الناس بيشوفون الحين ابلودينج يعني رفع الملف، الحين راح جاري التثبيت، عمل توقيع لها وعمل شهاده لها. راح تنتظر 15%، راح يكمل 40%. بهذا الطريقه راح تشوف الايباد راح يثبت الواتساب مباشره، واتساب رسمي يا شباب، فيها اكثر من 100 ميزه، ميزه تخفي، ميزه تحميل الحاله، وميزه اخفاء اخر ظهور، وكل شيء كل شيء. اوكي، خلاص تم تثبيت الواتساب مثل ما تشوفون، خلاص هذا هو الواتساب. اذا تضغط عليها لازم توثق الشهاده، تروح تفتح الاعدادات، تروح لعام، الناس بيشوفون عام، تنزل اداره الجهاز، وثق الشهاده، هذا هو الايميل الخاص بك اللي تم التثبيت، اضغط على الكلمه الوثوق، اضغط على الوثوق. اوكي، بعد ما توثق الشهاده مثل ما تشوفون بهذه الطريقه تم توثيق الشهاده. الحين اذا تروح تفتح التطبيق واتساب، اوكي، بعد ما توثق الشهاده اذا طلب منك تحقق اضغط على التحقق، اوكي، جاري التحقق مثل ما تشوفون، جاري التحقق يعني جاري توثيق الشهاده. اوكي، خلاص تم التحقق من التطبيق. الحين اذا تروح تفتح التطبيق نفس ما تشوفون واتساب مباشره راح يشتغل. شوفوا واتساب رسمي يا شباب، مثل هو واتساب رسمي، ولكن معدل فيها اكثر من 100 ميزه. اضغط على سماح، راح احط الرقم مثل ما تشوفون، راح احط الرقم وارجع لكم. اوكي، بعد ما حطيت الرقم الخاص بي واضغط على تم، اوكي، راح مباشره راح بيوصل كود. اوكي، اضغط على نعم،
اوكي راح احط الكود وبرجع لكم. اوكي مثل ما تشوفون حطيت الكود مباشرة. اوكي التخطي، اضغط على التخطي، اضغط على تخطي الاستعادة، خلاص احط اسمي واضغط على تم واضغط على موافق. اوكي الناس ما تشوفون هذا هو الواتساب، خلاص الناس ما تشوفون هني حالة هني مكالمات واتساب الرسمي. اوكي الناس ما تشوفون كل شيء شغال. اوكي الناس ما تشوفون موافق. اوكي اضغط على الدردشة، الناس ما تشوفون كل شيء موجود، تقدر تضيف رقم بدء المراسلة وتضيف ارقام الاعدادات. هني فيها اكثر من 100 ميزه، شوفوا هني في الاعدادات مثل تحميل الحالات والخصوصيه واستخدام فيس اي دي، وكل هذا كله مميزات. كل 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 قسم فيها مميزات كثيره مثل تحميل ستوري وكل شيء. هذا هو واتساب الرسمي، تم تثبيتها على الايباد. وبس هذا هو المقطع، مع السلامه.